مشاهدينا، مع استمرار استضافة المملكة لبطولة الجولف النسائية في موسمها الثالث، يزداد عدد السيدات السعوديات المشاركات على مستوى المملكة والمهتمات بالجولف. رصدنا على هامش البطولة لقاءات لسعوديات كانت لهن مشاركات، نتابع التقرير. أنا بدأت من كم سنة، يعني مو من بعيد، بدأوا أولادي يلعبوا الجولف، جربوها رياضة يعني interested. أنا وبنتي كنا أول سعوديات نمثل السعودية في بطولات خارج السعودية دولية، فكان طبعا هذا لنا الشرف كبير، ومثلناها في كذا دولة وكانت تجربة حلوة. يعني شاركنا في البطولة العربية في القاهرة، كنا لسه في بداياتنا، لعبنا بعدها في بطولة الخليج برضو في عمان، هذا طبعا كان قبل الكورونا. طبعا هذا فخر كبير لنا انه السعودية بتستضيف حدث عظيم زي هذا، وعلى ارض ملعبنا، يعني الملعب هذا احنا بدأنا فيه، يعني احنا كنا بداياتنا اول ما مسكنا مضرب، اول ما مسكنا ضربنا كورة كانت في هذا الملعب. والله صراحة تجربة الجولف لعبة كل ما ندخلها كل ما نستمتع فيها أكثر، تجربة جدا جميلة، وبكثرة البطولات تكثر الفائدة والمعرفة عن هذه اللعبة. واللي يميز الجولف كمبتدئ أني أسمع من كل طرف، لأنه حتى الأبطال نفسهم كل بطل منهم، يعني المحترفين الجولف كل بطل منهم له طريقته الخاصة، يعني صح لها قوانين محددة، لكن سبحان الله بعض الأشخاص في بعض التكتيكات تضبط معه، فكون شخص مبتدئ أني أنا أخذ من كل أحد تكتيك وأطبقه، وممكن يضبط معي هذا ويضبط معي هذا. تجربتي كلاعبة في المنتخب السعودي كانت مرة ممتعة جدا. المنتخب نفسه بيدعموني كثير كلاعبة سعودية، وأنا أحس يعني عندنا فرص كثير كلاعبات سعوديات. البطولة في السعودية هذه نقطة مهمة لرياضة الجولف بالنسبة لي. طبعاً هذه مو أول مرة أنا أشارك مع اللاعبات، طب لما الواحد بيشارك معاهم بيعرفهم زيادة، بيتعلم منهم، بيستفيد كتير، فأغلبهم يعني ما شاء الله يعني بيكونوا داعمين كتير للمواهب، داعمين للاعبين. أول شيء أنا بعد غياب طويل رجعت، فصراحة جدا حلو أن أشوف هذا الشيء بيصير في أرض السعودية وفي جدة بالذات، بالذات كمان أني قاعدة أشوف سيدات بيشاركوا لعبة الجولف اللي هي كانت شيء مو دائما وكومن عندنا في البلد. تحفيز المملكة على الرياضة وأنه كمان تنمية هذا المجال للمرأة كجزء من رؤية 2030 شيء جميل، يعني أنا كشخص رياضي مرة سعيدة في هذا الشيء ومبسوطة أني أشوف هذا الحدث صاير هنا، بالإضافة أنه اليوم الجو مرة حلو، وأنا بنفسي قاعدة أخذ كده كم كورس جولف، فكورس قاعدة أحاول يعني أطقطق، بس it's been nice صراحة. يعني حدث مهم ورائع للسيدات السعوديات اللي دائما مقبلين على كل ما هو جديد ومتميز، وأيضا عندهم شغف في جميع المجالات. شفنا مشاركات متعددة من السيدات وشفنا مواهب مختلفة، ونتمنى لهم الكل التوفيق. فاصل قصير ورجعين. بعد الفاصل، المرأة السعودية في الميدان الاقتصادي، إنجازات ونجاحات تتحقق على أرض الواقع.